كلام أول مرة تسمعه عن صلاة الفجر حتى يتبين لهم أنه الحق. أخي الحبيب ركز معي قليلا لأنني اليوم سأحدثك بأسلوب مختلف. لن أحدثك عن فوائد صلاة الفجر، ولن أحدثك عن الفوائد الطبية والنفسية والعلمية للاستيقاظ مبكرا. سأحدثك حديثا مختلفا تماما، أن تتذكر معي لحظة الموت. لحظة الموت أيها الأحبة لحظة حاسمة في تاريخ أي إنسان، في حياة أي إنسان. الموت هو الذي يحدد مصيرك أخي الكريم، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار مؤلمة عذاب شديد والعياذ بالله. صلاة الفجر أخي الحبيب ليست مجرد صلاة عادية. الله سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الملائكة تجتمع عند صلاة الفجر. يا رجل إذا جاء شخص مهم لزيارتك وقال لك سأصل وقت الصبح، تبقى مستيقظا حتى تستقبله. طيب ما بالك بملائكة الله ينزلون إلى الأرض وينتظرون من يصلي الفجر ليسجلوا هذه الصلاة ويصعد بها إلى الله عز وجل. قبيل صلاة الفجر أخي الحبيب الإله يتجلى على عباده في الأرض. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى الأرض. يجب أن تتصور أن صلاة الفجر ليست مجرد ثواب أو عقاب، يعني أنا أخاف من العذاب لذلك أستيقظ. لا يا أخي، القضية أكبر بكثير. القضية قضية حب لله. إذا جاءك ضيف الفجر تستيقظ من أجله، كيف بالله وملائكته ينزلون إلى الأرض؟ وطبعا ليس كما نتخيل أن الله يعني كائن حي ينزل لا لا لا، الله ينزل بعلمه ورحمته وقدرته وحفظه ورزقه ولطفه وكرمه وجوده يتجلى على العباد. كيف أغفل أنا عن لحظة الله يكون قريبا مني ينزل من أجلي؟ لك يا رجل إذا جاءك ضيف من دولة إلى أخرى لا تنام الليل، تسهر حتى ترى. طيب إله كريم ينزل كل ليلة، هو ليطلب منك أن تسأله. الله يقول لك هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. إذا كنت مريض قبيل الفجر، قبيل صلاة الصبح، قبيل أذان الفجر، وقت استجابة مهم جدا نغفل عنه أيها الأحبة. القضية ليست قضية فوائد علمية أو نفسية صدقوني، القضية أكبر من ذلك بكثير. أن الله يتجلى على عباده ويطلب منك أن تسأله يعني والله كرم لا حدود له. يعني أنا إذا احتجت حاجة أتصل 100 مرة بشخص وأذهب أجل حاجة بسيطة. طيب إله الكون يأتي لعندك، ينزل لعندك ويقول لك هل من سائل فأعطيه. طب إذا كنت مريض أدعو الله وقت الفجر، قبيل صلاة الفجر بقليل وقت السحر.
إذا كنت تحتاج المال أطلب من الله سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق. إذا كنت تريد أن يصرف الله عنك همّاً أتعبك قبيل الصبح بدقائق أطلب من الله بينك وبينه، لأن الله قريب، وهو قريب في كل لحظة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك والله أيها الأحبة، هذه الصلاة من يحافظ عليها يعيش لذة لا توصف. أنا عن تجربة هذا الكلام، أبواب السماء تكون مفتوحة، الملائكة تشهد قراءة القرآن التي تقرأها وقت الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الملائكة الكرام تصعد إلى الله بالأعمال، يقولون يا رب تركنا عبدك فلان وهو يصلي، وجئناه وهو يصلي وهو يذكرك. هموم الدنيا ستنقضي صدقني، لن يبقى هناك هم على الإطلاق إذا حافظت على صلاة الفجر. الشيء الثاني أخي الحبيب، لحظة الموت لحظة مظلمة مرعبة، موقف رهيب يعيشه الإنسان في هذه اللحظات، حيث لا يجد أحدا من حوله إلا عمله. من أهم الأعمال وأثقلها صلاة الفجر، ولو يعلم الناس ما في هذه الصلاة لأتوها ولو زحفا أو حبوا. تصور عظم وثقل هذه الصلاة التي للأسف كثير من الناس يغفلون عنها. لذلك تجد الهموم، تجد أن الإنسان يتزوج فلا يحسن الاختيار، يدعو فلا يستجاب له، يعمل فيفشل في عمله، يمرض لا يتمكن من العلاج، يطلب الرزق لا يتحقق له. ألم تسأل نفسك لماذا؟ أصلح علاقتك مع الملك يا أخي، الملك هو خالق كل شيء، هو الذي عنده الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. الأرزاق تقسم وقت الفجر، الملائكة يأتون كضيوف لعندك. إنسان الملائكة تقف في بابه فيغلق الباب وينام، يعني ما هذا المنطق الذي يعني أنا أراه فعلا منطق غبي جدا، أن من يغفل عن صلاة الفجر إنسان ليس له عقل. لأن الله موجود بقربك والملائكة بقربك وأنت غافل عن هذا الأمر. لذلك رجاء أخي الحبيب، انوي منذ هذه اللحظة أن يرزقك الله هذه الصلاة. والله أنا عندما دعوت الله بإخلاص غير لي حياتي كلها، أصبحت حياتي مبرمجة على صلاة الفجر. مبرمجة، فتجد أن معظم عملي في الليل وليس في النهار. وإذا سألت الله بصدق، الله سيهيئ لك الأسباب، ولكن للأسف القلة القليلة هي من يسألون الله بصدق، ومعظم الناس لسانهم يتحدث ولكن عقولهم وقلوبهم في مكان آخر. يا رب ارزقني صلاة الصبح، وعقله ودماغه يفكر في الدنيا، يفكر بالمال، يفكر بالشهوات. لذلك الطريقة المثالية لكي تحافظ على صلاة الفجر أن تسأل الله بإخلاص أن يرزقك هذه الصلاة، أن تسأله أن يتقبل منك هذه الصلاة، أن تؤخر
كل احتياجاتك وطلباتك من الله وأدعيتك إلى وقت السحر. سيدنا يعقوب عندما طلب أبناؤه أن يستغفر لهم الله بعد أن ارتكبوا خطأ جسيما مع أخيهم يوسف عليه السلام، ماذا قال لهم؟ قال: سوف أستغفر لكم ربي. في التفسير أنه أخر وقت الاستغفار لوقت السحر لأنه يعلم أنه وقت استجابة الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يجعلنا من المحافظين على هذه الصلاة الرائعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.